وقعت مؤسسة حياة كريمة بروتوكولا للتعاون مع جامعة السلام بمحافظة الغربية للعمل على تنمية المجتمع، حيث أنه سيتم عقد العديد من البرامج التدريبية بمختلف كليات الجامعة، والهادفة إلى تنمية وتطوير قدرات الشباب لتأهيلهم لأسواق العمل، خاصة المجالات التي تقدمها الجامعة بالمجان، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية من خلال العيادات الخارجية الخاصة لكل محافظة الدلتا. في إطار أهداف مؤسسة حياة كريمة نحو خدمة الفئات الأولى بالرعاية، وقعت المؤسسة بالتعاون مع القطاع الطبي وجامعة السلام بمحافظة الغربية بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية من خلال العيادات الخارجية الخاصة بكليات طب الفم والأسنان والعلاج الطبيعي لكل محافظات الدلتا. بروتوكول في حوال أساسي القطاع الطبي، ان يتم التعاون ما بين المؤسسه وما بين الجامعه في الانشطه الطبيه زي القوافل والعيادات وعيادات الاسنان وتقديم الخدمه الطبيه للفئات الاكثر احتياجا في منطقه الدلتا. متوفر في الجامعه عيادات خارجيه في تخصص طب الاسنان، وان شاء الله برضه مستشفى لجراحه الفكين وطب الاسنان. متوفر ايضا عيادات خارجيه للعلاج الطبيعي، دي ان شاء الله هتبقى مسخره لخدمه اهالينا في القرى المحيطه والمحافظات المحيطة بموقع الجامعة إن شاء الله. وقد شمل البروتوكول الخدمات التي تقدمها كلية الفم والأسنان، ومنها وحدات عيادة الطوارئ والتشخيص، عيادة جراحة الفم والتخدير وغيرها، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها كلية العلاج الطبيعي والتي تتضمن الكشف والتقييم وتقديم الخدمات العلاجية، وتشمل الأشعة تحت الحمراء فوق البنفسجية وغيرها. المؤسسة بتعمل بشكل دائم على تنفيذ سبل التعاون وعقد بروتوكولات التعاون في شتى المجالات عموما، مش قطاع طبي بس، مع الجهات والمؤسسات المعنية لتقديم وتسهيل الخدمات دايما على المواطنين والمواطنين المحافظات كل حاجة جدا. في جامعة السلام نهجنا نهج ان احنا نتعاون مع المجتمع اللي عايشين فيه، وكان احسن طريق نختاره هو طريق حياه كريمه. احنا عندنا حالات مرضيه دايما بيتم رصدها ميداني، فاحنا ان شاء الله هنكون قادرين ان احنا نحول الحالات دي علشان يتلقوا الخدمه بتاعتهم. كما سيتم تنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج التوعويه اجتماعيا وثقافيا وطبيا بهدف تثقيف المواطنين ورفع الوعي لديهم وتنظيم القوافل الطبيه، وسيتم انشاء العديد من البرامج التدريبيه بمختلف كليات الجامعه، والهادف إلى تطوير قدرات الشباب لتأهيلهم لسوق العمل.